وفي القطاع الزراعي ومكانته بصلاح الدين كمزود أساسي لسلة العراق الغذائية، يتجه الفلاحون بالإضافة لزراعة العديد من الفواكه إلى العناية بالنخيل، وتضم المحافظة نحو مليون نخلة من أجود الأنواع، ويطالب أصحابها الحكومة الدعم المتواصل لرعايتها وزيادة الإنتاج. فاضل الأنصاري والتفاصيل. على ضفاف نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين، حيث الأراضي الخصبة، أخذ المزارعون يوسعون زراعة أشجار النخيل، لا سيما الأنواع النادرة التي يحرص المزارعون على توفيرها بأعداد ومساحات وافرة، لتصل أعداد النخيل إلى أكثر من مليون شجرة تنتج أجود أنواع التمور. أغلب الثمار اللي كانت تزرع هي يعني الفواكه والثمار الصيفية ذات موسم واحد وقابلية للتأثر بفصل الشتاء وفصل الصيف، لكن هذه الشجرة أثبتت يعني مقاومتها للظروف الجوية القاسية، وكذلك التربة الخصبة التي تمتاز بها مناطق الضلوعية اليوم كانت لها الدور البارز في زرع شجرة النخيل، خاصة على أكتاف نهر دجلة لما فيه من القيمة الغذائية، أكتاف الأنهار وكذلك البساتين والمناطق اللي خالية من الملوح. أرض الضروعية أرض خصبة وقابلة للإنتاج بكميات كبيرة جدا، لكن بدأت التطور جيد في زراعة هذه الشجرة، وأكثر الأنواع اللي موجودة حاليا هي البرحي والزهدي، غير ذلك أكو هناك أنواع أخرى كالصقعي والمجهول وأصبع العاروس ووسط عمران والقرنفل، لكن أنواع يعني قليلة جدا لا تضاهي مثل ما الأهالي بدأت تزرع البرحي، لأن أول شيء له مواصفات خاصة في الخزن، يتحمل الخزن، يتحمل يعني تبقى نكهته على طول السنة نفس النوعية، حتى إذا يبرد عليه الجو داخل البراد أو يقل نفس النكهة. أعربت الجمعيات الفلاحية عن جهودها في التواصل مع الجهات الحكومية للحصول على الدعم اللازم لزراعة النخيل، ومع ذلك لا يزال المزارعون يعتمدون بشكل كبير على مواردهم الخاصة للحصول على الأصناف الجيدة والمواد الضرورية كالأسمدة والمبيدات، مناشدين بدورهم وزارة الزراعة بتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي. نحن كممثلين للفلاحين، احنا اعضاء الجمعيات الفلاحيه، رئيس اني رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه في قضاء الضلوعيه، يعني حقيقه عقدنا اجتماعات بكثره باستمرار ويا الجهات المختصه بخصوص تطوير زراعه النخيل، لانه النخله اصبحت مهمه وهي فعلا مهمه في ارض العراق وفي الضلوعيه. الحمد لله النخل باستمرار يعني تطور، وأكو متابعة يعني من الفلاحين بخصوص تطوير زراعة النخل في محافظة صلاح الدين. شجرة النخيل التي تعد تراثا ثقافيا وحضاريا للعراقيين، إذ أخذ المزارعون بصلاح الدين يطورون مزارع النخيل من خلال زراعة أصناف نادرة وذات جودة عالية. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل الأنصاري.